الجلسات العلنية. هي يبقى الملاحظة المهمة هي اللي أشار الإخوة، هو أن ربما كان هناك من يتصور أن الموريتانيين لا يمكن أن يعقدون قمة في أرضهم، وهذا طبعا نظرة للأسف شوية دونية للموريتانيين، وأعتقد لما فعلا تأكد أن الموريتانيين قادرين على يستضيفوا قمة، والحمد لله اللي استضافوا بهذه الطريقة حتى تعقد في خيمة، لأن هذه أيضا قضية تمثل رمز مهم الموريتانيين يعتزوا به، وعند العرب ولكن الكثير منهم أصبح يخجل منه أو يتجاوزه. إحنا عقدت عندنا في خيمة. عفوا سيد العميد، طبعا نذكر مشاهدينا الكرام أننا سننتقل بعد قليل إلى وقائع مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات، إذا حديثنا متواصل مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو، ولكن سننتقل ريثما نلقى الإشارة. ربما أننا بدأنا طبعا بالفعل نحضر أو تحضير سيكون قريب لهذا المؤتمر الصحفي، من أين توقفت؟ إذن هذه نقطة ثار، هنا نقطة أخرى وحقيقية، لأن القادة لم يأتوا جميعا، ولكن أعتقد أن هذا ليس عيب موريتاني. من لم يأتي أعتقد أنه هو اللي يتحمل المسؤولية، لأنه دعية ودعية إلى بلد شقيق ومعروف بترحابه بضيوفه، والناس الذين لم يزوروا موريتانيا كان عليهم أن يزوروها حتى يغيروا المناخ ويغيروا أيضا أوضاع كانوا يعيشوها. الناس يقبلون على بلد وعلى مثل موريتانيا. إذا هذه طبعا مسألة معروفة، الموريتانيين قادرين على أنهم يعقدوا مؤتمر وعملوها، وعندهم منشآتهم واستضافوهم، وعندهم طبعا كوادرهم وعندهم أجهزتهم المختلفة، وهذا بطبيعة الحال يمكن أنه يعني ينبهر به من لا يعرف الموريتانيين. الموريتانيين قادرين، صورة نمطية عن يعني الموريتانيين قادرين على القيام بهذه الأمور كالآخرين. لا أريد أن أذمنهم عليهم، ولكن كالآخرين. الناحية الأخرى هي أن القمم كانت تنعقد في معظم الأحيان من أجل أن الرؤساء يتقابلون والملوك. اليوم أصبح الاتصال بالهاتف وعبر وسائل الاتصال الأخرى أصبح متاح، ويمكن ما يفرض لأنهم يتلقون. وأنا أريد أن أشير إلى مسألة، لأن هذه القمة التي انعقدت في يوم واحد أنا أرجو أن تكون سابقة إن شاء الله، لأن الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماع لأكثر من 20 دولة في نهار واحد. شكرا. نعم سنعود لك سيد العميد، عفوا على المقاطعة. مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى قصر المؤتمرات ونقل وقائع المؤتمر الصحفي. قصر المؤتمرات، وهي طبعا تسبق المؤتمر الصحفي. هناك تحضيرات طبعا لهذا المؤتمر الصحفي الذي البيان الختامي الذي طبعا تمت قراءته أو إلقاؤه بعد قبل قليل من الآن، الذي ختمت به قمة نواكشوط في دورة 27 لجامعة، طبعا اجتماعات جامعة العربية في دورتها 27. إذن طبعا بعد قليل إن شاء الله سوف تبدأ فعاليات هذا المؤتمر الصحفي.
مع الوزير خفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكركم جميعا الأخوة الإعلاميين على الكم والكيف لتغطية هذا المؤتمر، يعني مؤتمر الصحفي الختامي للقمة 27 لجامعة الدول العربية في مابشو. وأريد أن أعود قليلا إلى الوراء لأذكر بأن الجمهورية الإسلامية بدأت بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العزيز قرر أن تحتضن هذه القمة في ظروف لتعرض. لماذا؟ لأننا نعتبر أن واجب تجاه أمتنا وتجاه وطننا العربي هو أن كل ما طلب منا أي خدمة نقدم ونبذل على كل هذا هو التفكير لتفكير فخامة رئيس الجمهورية، هو أن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية رغم إشارة العمل العربي المشترك. وهو لم يتردد، فخامة رئيس الجمهورية لم يتردد دقيقة واحدة في القبول باحتضان هذه القمم 27. طبعا كانت رهان كبير، رهان الغنى السياسي اتخاذ القرار للعاقل الدول التي تنظم هذا النوع من القمم يكون لديها وقت سنتين او سنه على الاقل لتهيئه القمه، البنى التحتيه والسكن والتشريفات الى اخره، وطبعا الصحافه والاعلام والوثائق الى اخره. موريتانيا لم تتردد على الرغم من ان الوقت كان مضبوط في حدود 4 شهور، منها شهر رمضان الكريم عادة هو شهر عبادة وشهر اعتكاف خاصة في البلاد الشرقية، لم نتردد بالقبول باحتضان هذه القمة. إذا كان رهان سياسي قوي من درجة لهم، كان كذلك رهان تنظيم، لأن في ظرف 4 شهور خلق بنية تحتية كاملة لإيواء هذا الكم من الحمد لله النفط والزوار إلى آخره، هذا كذلك كان رهان كبير جدا. ورهان كذلك من موضوع محتوى القمة قراراتها والمسحة التي ستضيف موريتانيا والحمد لله كل الدوائر الرسمية الموريتانية عكفت على حل كل الإشكالات المطروحة وتغلبت عليها. ربما إذا استدنيت بعض التي تتعلق بأي عمل بشري، ونحن اليوم أولا مرتاحين بمستوى المشاركة، لأن كما تعلمون هو مستوى مثل مستويات القمم اللي كانت أخيرا في الوقت الكامل، ومتاعون في مخرجات هذه القمة وقراراتها وتوصياتها، ومتاعون بالتجارب الشارع الموريتاني مع هذه، وهذا أساسي عملي، لأنها ليست قمة تتعلق بجانب الرسمي الحكومة والأجهزة الدوائر الرسمية بقدر ما هي كانت قمة شعبية وقمة مبدعين وقمة مبكرين وقمة فنانين. لاحظتم أن كان في حراك ثقافي رائع ما أجدناها من قبل هون في موريتانيا، على الرغم من أن بلد معروف في
في خصوص الجانب الثقافي الذي قلنا العالم العربي كله يعرفه. إذا نعتبر أن هذا الرهان اللي كان صعب في البداية من اليوم تم الحمد لله نجاح بخصوصا، وعلمنا ربحنا كبلد كبير. أولا جاءنا شقاق لأول مرة في تاريخنا. إذا أعرف أن الآن ما زلنا في صح التعبير الإطار الزمني للحدث، إحنا ما نستطيع أن ندرك اليوم أهمية هذا الحدث لأن في عمر، لكن مع الزمن ربما مع الرجال القادمة سنلاحظ أن هذا الحدث التاريخي أول قمة عربية للجامعة العربية في موريتانيا، وهذا حدث كبير جدا. وأنا أعتقد أنه هو حدث لا يمكن أن يقارن إلا باستقلال البلاد، السيادة، الحصول على السيادة الوطنية. ما أعتقد أن موريتانيا منذ استقلالها إلى اليوم نظمت حدث من هذا الحجم ومن هذا النوعية ومن هذا التركيب فيه السياسة وفيه الدبلوماسية وفيه الثقافة وفيه الفن وفيه الاقتصاد وفيه. إذا ما أعتقد أن نظمنا قط كدولة حدث من هذا الحجم. إذا أود أن بهذه المناسبة أن أشكر الأمانة العامة للجامعة العربية اللي كان لها يعني دور رئيسي في إنجاح هذه القمة، والأمين العام بالذات الشخصية المرموقة أحمد أبو الغيب في حلحلة وترشيد الأمور بما فيه الوقت والفكر والتنظيم. إذا نحن كبلد مرتاحين تماما لنتائج هذه القمة، ومرتاحين لتعاوننا مع إخوتنا في الجامعة العربية، ومرتاحين لارتياح ضيوفنا لأننا كنا معاهم. ولاحظت علم الاستقبال اللي خصصنا عكس خصوصية هذا البلد. ياسر من كثير من الناس خاصة في الثقافات اللي ليست لها إرمان كبير بالثقافة العربية الإسلامية ويظنون أن العرب مكتوبة
تسويها للإخوة في الإعلام وفي الصحافة. أولى هذه النقاط هو أنه هذه القمة عقدت في ظروف غير عادية، رغم أنها تسمى القمة 27 العام، لكن في الحقيقة هي ظروف غير عادية، لأنه موريتانيا وفي خلال 3 شهور فقط، حتى أقصى 3.5 شهور، نجحت أن تنظم قمة كافة الأبعاد. يمكن القول أنها قمة ناجحة، حققت الهدف تماما من كان فيه ترحاب شديد، كان فيه حفاوة، كان فيه تنظيم، كان فيه يعني ما شفناش شيء واحد يمكن التعقيب عليه بأسلوب سلبي، ما حصلش. دل على شيء يدل على القدرة التنظيمية يعني جيدة للغاية، دي نقطة. النقطة الثانية، موريتانيا يعني قبضت على حقيقة الوطن العربي، أن الوطن العربي لا يحسن عليه، وبالتالي وضعت لنا عنوان أنا شخصياً أرى عنوان برا بديع، قمة الأمل، لكي تعطي الشعوب العربية والدول العربية الأمل، فدي في حد ذاتها جميلة جداً. أنا عاوز أقول إنه الدول العربية والوطن العربي ألم به في السنوات الأخيرة الكثير من الناس. مآسي يعني دفعت بينا جميعا للحزن، لكن حقيقة الأمر هذه القمة أثبتت أن العرب بازوا بكيان ميت إطلاقا. العرب هيضطروا يدافعوا عن نفسهم ويحققوا نجاحات الفترة القادمة. الحديث دار اليوم وجميعا استمعتم الى تدخلات قاده الدول، حديث يدور عن لا يجب السماح اطلاقا بعد الان بتجنيب الجامعه العربيه او الاراده العربيه في معالجه المشكلات والازمات والقضايا العربيه. واضحه في حديث الكثير من الرؤساء والامراء، وبالتالي توجيه المعطى لنا كأمانة، كأمين عام، كرئاسة قمة، أنه يجب أن تعود الجامعة العربية مرة أخرى لكي تلعب تأثيرها ودورها، وسوف يكون، وسوف أقوم كأمين عام لهذه الجامعة بهذا الجهد المطلوب لكي أؤمن أن الجميع يأخذنا كعربة في الحساب، لأنه لا يمكن نقبل انه الدول تحطم والمبعوثين يعملوا ولا ذكر للجامعه العربيه وتاثيرها بالوطن. النقطه الثالثه اللي يهمني ان انا اتطرق لها هو انه موضوع تطوير الجامعه العربيه وتطوير العمل العربي المشترك تم الحديث عليه من قبل الكثيرين. من ناحيتي سوف أعمل على تنفيذ الأفكار الممكنة لهذا التطوير، تطوير في إطار الأمانة وتطوير في إطار الأداء، لكي نشعر الشعوب العربية والدول العربية أن الجامعة العربية حية وقادرة وموجودة وسوف تنجح. نقطة الرابعة يهمني برضو إن أنا أتكلم فيها، اللي أنا تبينته سريعا جدا، الجامعة العربية تعمل ولديها كادر جيد للغاية، ولا يفرق
إطلاقا عن أي من الوزارات الخارجية في العالم الغربي أو في الدول العربية ذات المقدرة والفعالية، ولديهم خبراء ولديهم موظفين وهم على استعداد للتضحية. والبعد الاقتصادي والاجتماعي في أعمال الجامعة يتسم بالحيوية. هناك أيضا هناك في الحقيقة مشكلات سياسية تقيد الجامعة، والجميع ينظر من زاوية العمل السياسي فقط. دعونا ننحي جانبا العمل السياسي مؤقتا ونطلع على ماذا تفعل الجامعة في المجال السياسي والاقتصادي، في المجال الاقتصادي والاجتماعي. نرى أنها تساعد الدول العربية الذي يمكن أن تحدث به دائما في كل المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو في المؤتمرات النوعية التي تعقد على مستوى العالم. دي نقطة لا يجب أن احنا تخفى عنا أو أن ما نتنبهش لها. عاوز أقول أنه هذا البعد في أعمال الجامعة الاقتصادي والاجتماعي يبان في تركيز المجتمع الدولي حاليا على ما يسمى أجندة 2030 أو 2015-2030 اللي هي التنمية المستدامة أو التنمية المستدامة والتعاون الدولي. الدول العربية مثلها مثل بقية دول العالم تسعى لتطوير مجتمعاتها في 15 عاما القادمة طبقا ل 17 قطاع طرحتهم الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015. الجامعة العربية لها دور حيوي ولا أبالغ حيوي في تجميع الإرادات العربية، تنسيق المواقف العربية، نقل التجربة من هذه الدولة العربية إلى تلك، وأيضا العمل كجسر بين الإقليم العربي والجامعة العربية من ناحية، والمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة من ناحية تانية. ودي مهمة كبيرة وستستغرق عمل 15 عاما قادمة بإذن الله. عاوز أقول أن القرارات السنة دي تتمثل في قرارات إما سياسية وتقارير سياسية أو قرارات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة طبعا لهذا الإعلان الكبير المؤثر تم صياغته ما بين الأمانة والدولة في موريتانيا تحت عنوان إعلان نواكشوط، لأنه هذا الإعلان له تأثيره وجميعكم اطلعتم عليه واستمعتم عليه، وهو حقيقة موسيقى تستحق القراءة والتدقيق والعرض والنقاش في المحافل الموريتانية والعربية، لأنها بتعكس رغبة العرب في تحقيق ذاتهم في هذه القطاعات التي تتناولتها الوثيقة. في المجال السياسي صدرت مجموعة قرارات زي ما حضراتكم تابعتوها كلها، تتناول كافة المسائل اللي يعني بتحظى باهتمام الدول العربية، سواء سوريا، سواء العراق، سواء التدخلات الأجنبية، سواء احتلال الأراضي الفلسطينية، سواء الجولان السوري، مجموعة قرارات عديدة بتتكرر، ولكن هذا العام واضح أنها في رغبة شديدة في الدفع بهذه القرارات وصولا إلى تسويات سياسية للمشكلات الضغطة على العالم العربي، وتم التواصل لها بدون خلافات، وهي دي اللي كشفت عن ان احنا بننتهي في الاجتماعات بسرعة شديدة بدون اي خلاف بين العرب وبعضهم البعض. ده امر طبعا يعني لما
ينبغي انه ما يفوتش المتابع المدقق لنتيجه هذه الاجتماعات. الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه السنه دي لها اهميه كبيره جدا، لانه وضعت استراتيجيه للعالم العربي لاستخدامات المياه، وده تطور رئيسي في مناطق صحراويه، جميعنا مناطق صحراويه في كافه الدول العربيه من الخليج للمحيط، احنا صحارى، وبالتالي لما نهتم بهذا البعد وضعت استراتيجيه للاسكان، ودي ايضا موضوع من الموضوعات البالغه الاهميه، كيفيه مكافحه الفقر عن طريق سد الثغره الغذائيه. السودان مقدم طرح جميل جدا، احثكم جميعا على قراءه الاوراق الخاصه بالطرح السوداني، انه بيقول ارض السودان متاحه، المياه متاحه، نرجو منكم انكم يا عرب تاتوا للاستثمار، ويصدر قرار يقول تكليف الامانه العامه التنسيق مع الدول الاعضاء لكيفيه البحث في الاليه التي تحقق هذا الهدف. ففي شيء عملي تنفيذي بيتفق عليه. فدي كلها نجاحات. في مثلا على سبيل المثال الجزائر قدمت وبإمكانيات جزائرية وتمويل جزائري مركز لمكافحة مرض HIV/AIDS الفيروس الإيدز. مصر قدمت مقترح لمركز للدراسات المعملية والطبية لخدمة العالم العربي. أخيرا تم الاتفاق في هذه القمة على أن القمم الاقتصادية التي كانت تعقد كل عامين تقرر أن تعقد كل 4 أعوام، مع مطالبة الأمانة أن تقدم تقرير كل سنتين عن مدى التقدم اللي بيحققه الدول العربية في تنفيذ المشروعات، الربط الكهربائي، الربط الملاحي، الربط الطرق فيما بين بعضها البعض. ليه فلسفة ال4 سنوات؟ لكي عندما تقرر الدول قرارات بيحتاج قرارات اقتصادية أو اجتماعية، بيحتاج الأمر المرور فترة عدة سنوات لكي نرى نتائج. فسنتين ما كانش كفاية، 4 سنوات ربما يبقى فيه تأثير، خصوصا أن الأمم المتحدة بتسير بنفس النهج. فتقرر أن القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية تعقد قبل قمم الجمعية العامة التي تتم كل 4 أعوام. ده بإيجاز شديد، لأن وثائق المؤتمر كثيرة جدا جدا، ولا يستطيع إنسان أن يعني يعيها بالكامل حتى لو قرأها مرة واثنين وثلاثة، لكن أرجوكم أن كنتوا تسعوا لي قراءتها. يبقى قرار الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وهو قرار أيضا في غاية الأهمية. الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لأنه الظاهرة أصبحت ظاهرة مدمرة للعالم العربي، وبتلقي أضواء غير إيجابية لدى العالم الخارجي على ثقافتنا كعرب وكمسلمين، والمجتمع الدولي بيتحسب. ففي رغبة شديدة من قبل الدول العربية للتنسيق، لتطوير التشريعات المكافحة للإرهاب وغير ذلك. البعد الثاني بقى القوة العربية المشتركة كقوة لها أبعادها للدفاع عن أمن الدول العربية، وأيضا لمكافحة الإرهاب، لأنها ليست قاصرة فقط على وفي هذا السياق في وثيقة صدرت أو تم التوافق عليها نتيجة لاجتماعات رؤساء الأركان العرب على مدى
شهور عامي 2015 و2016. هذه الوثيقة سرية للغاية، طلعت عليها الوزراء جميعا في رسائل سرية للغاية، ولا يمكن البوح بها لأنها تمثل أسرار العرب فيما يتعلق بمشاورات العرب لإنشاء هذه القوة. لكن على الجانب الآخر استصدرنا بها قرار بنكلف الأمين العام للاستمرار في التنسيق مع الدول، مع الترويكا العربية، للتوصل للتفاهم النهائي الذي نأمل في تحقيقه في الفترة القادمة. شكرا سيادة الرئيس. إذن شكرا للسيد الأمين العام. نبدأ الآن في تلقي الأسئلة. ملاحظة ورجاء، ملاحظة أنه يعني مع اتساع صدر السيد الأمين العام ومعالي وزير خارجيات موريتانيا، لأنه بالطبع لن يكون من المتاح تلقي جميع الأسئلة، ففي حدود الوقت المتاح سنتلقى أكبر قدر ممكن من الأسئلة موجهة. رجاء الإيجاز في توجيه الأسئلة، الإيجاز وألا تتضمن الأسئلة إبداء تعليقات أو آراء. شكرا لكم. نبدأ بالأخ محمود جبريل من قناة شنقيط الموريتانية. لو سمحت الأخ محمود. طيب، محمود جبريل من قناة شنقيط. فقط أنا عندي سؤالين، سؤال لوزير الخارجية الموريتاني وكذلك للأمين العام للجامعة العربية. سؤالي للوزير الخارجية الموريتاني سيدي سلكو لزيد بي هو أن القرارات التي خرجت بها قمة نواكشوط، هل هي القرارات التي كان من المؤمل وكذلك الآمال كانت مطروحة على هذه القمة من أجل الخروج بها كرئيس للدوري لهذه القمة وخاصة على مستوى وزراء الخارجية؟ بالنسبة للأمين العام للجامعة العربية، طبعا موريتانيا ونواكشوط احتضنت هذه القمة، وهذه القمة كما تحدثتم الآن كان فيه الكثير من المبادرات وكذلك المبادرات المطروحة. هناك مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة الأمن الغذائي. ما هي الآلية التي ترونها ممكنة من أجل تنفيذ هذه المبادرة وهي المبادرة السودانية المتعلقة بالأمن الغذائي؟ شكرا جزيلا. شكرا. بما يخص القرارات، هي آلية اتخاذ القرارات هي أولا تبدأ بمستوى الخبراء والمندوبين الدائمين. إذن في داخل أجهزة الجامعة العربية هناك حرية مطلقة لممثلي الدول وللدول الأعضاء في اقتراح ما تراه مناسبا ليشكل محتوى قرارات أو قرار. إذن هذه الاجتماعات اجتماع إذن الخبراء والمندوبين حصل يوم 22، وبعد ذلك حصل اجتماع وزراء الخارجية ودرس المقترحات التي تقدم بها المندوبون، وبعد ذلك رفع ما يراه مناسبا لمجلس على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء. إذن هذه هي الآلية. مبدئيا القرارات هي نتيجة لاهتمامات الدول الأعضاء ولمقترحات، ونتيجة لترشيد صح التعبير داخلي. إذن عندما يلتئم الجمع سواء كان على مستوى الخبراء أو على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى الملوك ورؤساء والأمراء،
يتدارسون هذه المقترحات ويعتمدون منها البعض ويشطبوا على الآخر. إذن هو الاجتهاد القادة العرب وأجهزة الجامعة العربية على الأولويات، مستوى الأولويات بالنسبة للعالم العربي. إذن فيه أمور شبه ثابتة مع الأسف، مثلا القضية الفلسطينية، يعني البعد الاقتصادي في التعاون وفي التجارة البينية وفي هذه الأمور، وفي مثلا الأراضي العربية المحتلة جولان ومزارع في جنوب لبنان، ولكن فيه كذلك مواضيع متجددة مثلا مشاكل التي تحدث في بعض الدول على المستوى الأمني كسوريا وكليبيا وكاليمن وكالعراق وغيرها. إذن كل دولة تقترح ما تراه مناسبا ومهما بالنسبة للأمة العربية. في الأمين العام حدثكم عن إعلان نواكشوط، فيه نقاط اقترحهم الجانب الموريتاني. من هذه النقاط مسألة الاهتمام بالعمالة العربية داخل الفضاء العربي. هذا معناه شنو؟ معناها على أن من منظور الأمن القومي العربي مهم على أن العرض الموجود فرص العمل يسوى نوعها شنو، يسوى مستوياتها شنو، يا الله ينطرح تعود فم اهتمام خاص باليد العاملة العربية. ما هو لا للبعد الاجتماعي وتوف، لا ما هو ليس فقط من منظور البعد الاجتماعي التشغيل وتشغيل الشباب، لكن من منظور الأمني. الأمني معناه تحصين الشباب بها اللي إيجاد، لأن وجود فرص للشباب وللعمالة العربية هذا نوع من التحصين ضد التطرف وضد الغلو. وجود فرص، والله استفادة من فرص في الفضاء العربي لصالح اليد العاملة العربية، هذا مفيد للمجتمعات العربية انفسها، لأنه نوع من التحصين الهوية بهاللي العمالة في عندما تكون بأعداد كبيرة قد تشكل يوما ما، ربما ليس اليوم ولكن في أجيال قادمة قد تشكل تهديد للهوية. وهذا تشوفوه في كل دول العالم، في أوروبا، في أمريكا. لا شك أن الانتخابات الأمريكية الحالية واختيار المرشحين للانتخابات نوفمبر القادم لا يتلاحظوا على بعد أساسي فيه إشكالية الهوية وإشكالية الهجرة وإشكالية تأثيرها على النسيج الاجتماعي الأمريكي لدولة ضخمة. إذن هذا بعد أساسي. كذلك الاهتمام بالحريات. نحن في موريتانيا نعتبر أنفسنا ما هو من باب الفخر ولا هم باب، لا من باب الحقيقة وتوفع لنا نموذج للحريات العامة في الفضاء العربي، نموذج بشهادة المنظمات المتخصصة بما يخص حرية الصحافة. حق احنا هون في موريتانيا كنا نعود مرتبين 46 وإعلنا الدولة العربية الثانية 92، هذا قد يعود ما هو مهم عندنا حتى، غير بعد هو إنجاز استثنائي، خاصة إلينا نرجع إلى واقع نحن اللي كنا نعرفه له سنوات. وحرية التعبير وحرية التنظيم. إذن الجانب الموريتاني اقترح مسألة الاهتمام بالحريات، حريات السياسية وحرية المرأة ومشاركتها والشباب، الاهتمام بهذا الجانب لأنه يدخل في صميم الأمن كذلك. الأمن بمعناها التقليدي، لأن عندما يكون المواطن في الفضاء العربي قادر على أن يعبر عن رأيه بحرية وبطريقة هادئة فالأمور ستكون أحسن بكثير من لو كان فيه كبت أو فيه ضغط أو فيه حرمان من هذه الحرية. إذن الاهتمام بهذه الحريات كذلك بالنسبة لنا نقطة أساسية في 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 بيان نواكشوط. هو البيان اللي خاص بالدولة المنظمة عادة الإخوة في الجامعة والدول الأعضاء
تترك للدولة التي تأوي القمة هامش جزاهم الله خير حرية بأن تبدي اهتمامات خاصة بها. كذلك البعد الثقافي، البعد الثقافي وبعد التنوع الثقافي في الفضاء العربي كما قلت كما أسلفت في البداية، هذا يجب أن نعتبر أنه يعني موروث يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نهتم به ويجب أن ننمي أن تحصل فيه تنمية حقيقية واهتمام رسمي وشعبي وحتى القطاع الخاص ممكن يساعد في هذا المجال. إذن بالنسبة لهذه القرارات هي ليست قرارات يعني معلبة جاهزة يعني تقليدية تأتي يعني يتم اعتمادها عند كل قمة، لا، هي نتاج لحوار ولتفكير ولنقاش جدي بين الدول وبين المناديب وبين مع إدارة الجامعة، وهذا هو اللي حدث. لا أريد أن أفصل لكم كما تفضل السيد الأمين العام، هي قرارات هي كثيرة ومتعددة، ولكن فيها هذا الجانب الأمني اللي أفرض نفسه نظرا لوضعية بعض الدول العربية مع الأسف الآن الوضعية الأمنية ونتيجة كذلك للظرفية العالمية، لأن الأمن مثلا إشكالية الإرهاب كان في أذهان العالم، عندما نتحدث عن الإرهاب نتحدث عن العالم العربي والعالم الإسلامي. الظاهرة الآن هي أن الإرهاب في العالم الغربي يعني سببه هم أناس يعني ولدوا وعاشوا وتربوا في الدول الغربية. إذن الإشكالية تغيرت تماما بالنسبة لهذه الرؤية. كيف يمكن أن نشرح للآخر أن المتضرر الأول من الإرهاب هو العالم العربي، وأن هو كذلك عليه أن يبذل جهد كبير لكي لا يصدر لنا الطراز الجديد من الإرهابيين الذي ترعرع ونشأ وأفكاره وعقلياته يعني حصل عليها من المجتمعات من داخل المجتمعات الغربية، حتى ولو كان البعض يبحث ليجد أن هذا عنده جد وعنده كذا عربية ومسلمة أو كذا، ها غير صحيح، لأن الشخص ابن بيئته كما تعلم ولد بيته، إذا معناها أنه هذه الأفكار اللي عنده ذاك اللي فيها مش عنيف والله مش متطرف والله مش غير متسامح، هي هو هو هي نتيجة للبيئة اللي عاش فيها. إذا كان هذا تقريبا هو بصفة موجزة الإثراء اللي خاص بالبلد في هذا البيان. شكرا. فيما يتعلق بالمقترح السوداني، المقترح الوارد من السودان اللي تم إقراره في القمة بتشكيل آلية للبحث في كيفية تنفيذ هذا المقترح، سد الفجوة الغذائية، زيادة الاستثمارات في الزراعة في السودان، هو القرار بينص على تكليف الأمانة العامة مع الوكالات العربية المتخصصة مع حكومة السودان تجتمع تنسق تبحث ثم تعد مجموعة التوصيات بمفهوم الآلية اللي هتستحدث في الشهور القادمة لكي تقدم في صورة تقرير للقمة 28 العادية. فتفاصيل الآلية دي أنا ما أقدرش أتحدث فيها لأني ما أعرفش، اللي هيعرف هما الخبراء المتخصصين اللي هيقعدوا يتكلموا مع حكومة السودان طبقا للمقترح السوداني، وهو مقترح يعني تفصيلي وبيتناول بالكثير من المعلومات، مسائل الأرض المتاحة، مسائل المياه الجوفية المتاحة، مياه الأمطار المتاحة، كلها أفكار عاوزة متخصصين يتحدثوا فيها. شكرا. عندنا طلب للسؤال من الأستاذ مختار ولد الشيبة من وكالة أنباء الشرق الأوسط.
السلام عليكم. سيد الأمين العام، أين وصلت القوة العربية المشتركة وما لا يعيقها؟ الكل في الوطن العربي يسأل هذا السؤال. شكرا. ما أنا أجبت، بس أجبت بقدر من عدم الكشف عن الأسرار، لأنه فعلا بتتضمن أسرار. أنا أرسلت تقرير لقادة الدول ولوزراء الخارجية ولوزراء الدفاع في حدود 20 صفحة، تقرير كامل يتناول كل النقاشات وكل التفاهمات والبروتوكول اللي متفق عليه بين الدول العربية وبعضها البعض، أو على الأقل اللي فيه توافق مبدئي عليه. كل اللي تناولناه في هذه القمة هو تكليف الأمانة بالاستمرار في التنسيق مع مجموعة الدول المهتمة للمزيد من الدراسة والبحث لاستكمال النقاط اللي لم تنجز في الفترة من الدورة 15 أو القمة 26 للقمة 27. فأمل أنه في القمة 28 يبقى فيه إضافة، وممكن أن احنا نعلن ما لا يمكن الإعلان عنه حاليا. أقترح أن نأخذ أسئلة من القاعة. شوف ما هو كل ما شاء الله، هذه مش انا اللي هختار الناس. نعم، في طلب من السيده في الصف الاول، اتفضلي. نعم سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص مركز مكافحه الايدز، عزمت مولاي الحسن مدير الناشرة لجريدة الحقائق. إذا فيما يخص اقتراح الجزائر بإنشاء مركز لمكافحة الإيدز، ما هي الآليات وأين المقر؟ أين المقر؟ إيه، المقر في الجزائر، والتمويل جزائري، وإن كان الباب مفتوح لتبرعات اختيارية. المسألة هي البحث في هذا المرض وهذا الداء على مستوى العالم العربي. الأبحاث التي يمكن أن نجمع بها كعرب قدرات، نستطيع أن احنا نواجه أو نجابه هذا المرض على المسرح العربي. نقل الخبرات من هذا المجتمع إلى ذاك على المسرح العربي هو شيء خاص بالمجتمعات العربية. الإخوة في الجزائر طرحوا كان ذلك طبعا فعاليات المؤتمر الصحفي المصاحب لاختتام أعمال قمة نواكشوط، وكان طبعا فيه وزير الخارجية الدكتور سيركو زيد بيه والأحمد زيد بيه، وكذلك الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وطبعا تحدثوا عن مخرجات هذه القمة، عن القرارات والتوصيات التي خرجت بها، وشرح الآليات المصاحبة للعمل العربي العمل البيني. نعود لضيوفنا الكرام طبعا في الاستديو، الأستاذ بدلنا، طبعا كيف ترى هذا الخطاب، البيان الختامي، كيف ترى مخرجاته؟ قلت قبل أن ينقطع عن نعم قبل أن نتوجه إلى المؤتمر الصحفي. أنني أعتقد أن بيان نواكشوط يعكس الأمل الذي كان تعلقه الشعوب العربية وخاصة نواكشوط على هذه القمة. يحمل صدر مفعم بالأمل. وقلت أيضا بأن ما أعجبني فيه بأنه كان شاملا، تناول جميع القضايا المطروحة على العالم العربي، وكنا نظن أنه لديه كفاية فيما عنده مشاكل داخلية حتى لا يفيض إلى ما هو أوسع منها. ونحن سمعنا قبل قليل مع الوزير الخارجي والتعاون
قال إن هناك نقاط جديدة، وهذه نقاط سجلتها بكل ارتياح وبكل أهمية، هو طرح قضية العمالة العربية في الفضاء العربي، وهي نحن نستفيد منها وهي في غاية الأهمية، وتكلم عن إيجابياتها. قلت إذن بأن هنالك أمر يعني ذكره الدكتور الأستاذ ودادي عميد ودادي قبل أن غادرنا طبعا الالتزامات لديه، وأعتقد أن للخيمة العربية رمزية خاصة بالنسبة للعربي بصورة عامة والموريتاني بصورة عامة. أول مجلس وزراء موريتاني عقد تحت الخيمة، وهذا الاجتماع اليوم الحمد لله إذا لم نتمكن من عقده إلا في هذه الخيمة ذات الرمزية الخاصة بالنسبة لثقافتنا وحضارتنا بالنسبة للعالم العربي. نواكشوط كان من أحسن مستويات التمثيل، هذا علما بأن فترة التحضير، إذا الدعوة عادة الشخصيات الدولية كما تعلمون عند الواحد ما يريد أن يحضر إلى تظاهرة معينة هو يأخذ القرار سنة قبل انعقاد هذه التظاهرة، هذه واحدة. ثانيا الآن هي فترة عطلة في العالم العربي وعطلة عندنا في المدارس، إذا هذا كذلك عنصر ثاني، وكذلك احنا اول التمثيل الحقيقي طبعا عن عمليه حسابيه بسيطه وتقارن مع القمم العربيه الدورات الماضيه ستلاحظ ان مستوى التمثيل في نواكشوط كان جيد. واما اذا اخذت في الحسبان اكراهات الخاصه بموريتانيا وبالتنظيم الاول والظروف اللي حاطت ب قبول موريتانيا بإيواء هذه القمة سيصعد، ربما يكون هو الأفضل في تاريخ الجامعة العربية. شكرا. استقبالا للسؤال أو إجابة على السؤال الخاص ب ما تأثير القمة على الجامعة العربية، لأن عاوز أقوله أنه ومنذ عام 2012 في لجنة عربية مفتوحة العضوية لكل العضوية التابعة للجامعة بتتحدث عن تطوير العمل في جامعة الدول العربية، في نقاشات بتدور حول تطوير الميثاق، في نقاشات بتدور حول إعادة الهيكلة، في نقاشات بتدور حول إذا مشاهدينا الكرام نعتذر على عن هذه الأخطاء الفنية التي هي خارجة طبعا عن إرادتنا، وسنعود للمؤتمر الصحفي ريثما يتم التغلب على هذا الخلل الفني. طبعا نعود لك أستاذ بدنا، تحدث عن الرمزية الدلالية للخيمة الموريتانية طبعا على مر تاريخ الموريتانيا وتاريخ نشأة الدولة الموريتانية، ذكرت أن الاستقلال تم إعطاؤه تحت خيمة، اليوم القمة العربية تنظم تحت خيمة كبيرة تجمع العرب. قلت إن البعد أنا في البيان في توصية مع اللغة العربية، أنا هنا هناك بعد حضاري استمده ربما القادة العرب من موريتانيا حيث البعد الحضاري المعروف، وللخيمة في المجتمعات العربية الصحراوية والموريتانية بصورة خاصة دلالتها. وبالتالي قلت الحمد لله إذا لم نتمكن من عقد هذا الاجتماع إلا في هذه الخيمة ذات الدلالة الخاصة، وكان لذلك انعكاساته. وقلت بأن أول اجتماع وزراء الدولة الموريتانية الحديثة عند الاستقلال 60 كان تحت خيمة، وقلت بأن اجتماع القمة اليوم كان تحت هذه الخيمة الفاخرة، ليست الخيمة التي ليس فيها من ملامح الخيام الطبيعية إلا دلالتها. وقلت أيضا بأن
الأمل أيضا ربما تكون هذه الخيمة باعدة على ذلك الأمل الذي عقدنا تحت عنوانه هذه القمة. وأنا أعتقد بأن هذه القمة نجاحها يكمن في رفع التحدي، فالاجتماع في حد ذاته كان تحديا يجب أن يرفع وتم رفعه. وقلت إنني يمكن أن أتناول هذا الموضوع من ثلاث جوانب. الجانب الأول هو التحضير، والتحضير قلت أنه حصل في وقت قياسي أو إنشئت ليس قياسي. لماذا؟ لأنه قلت لأننا موريتانيا وصلت إلى مرحلة من التطور استطاعت بإمكانها أن تنعقد فيها في أحضانها مثل هذه المؤتمرات. وقلت أنها البنى التحتية التي تم إنجازها حتى الآن لو لم تحصل هي سابقة لفكرة انعقاد القمة، وبالتالي ذلك التطور الذي حصل هو أدى بنا إلى أن أصبحنا دولة لديها من الإمكانيات ولديها من المصداقية القدر الذي يخولها بأن تنعقد بها قمة معينة. وأعطيت مثال بالمطار، فالمطار لم يتم قراره، لم يتخذ قرار إنشائه مزامنة مع قرار تنظيم القمة، وإنما هو من ضمن التجهيزات التي تدخل يعني المصاحبة للمصاحبة التجهيزات التي كبناء المصداقية أيضا. فالبناء فبناء المصداقية أصعب من بناء المطار. تم بناء المصداقية الموريتانية وتم بناء المطار وبناء التجهيزات، وعلى المهم أصبحت موريتانيا من حيث المصداقية ومن حيث المكانة السياسية ومن حيث البنى التحتية قادرة على أن تعقد من هذه المؤتمرات. إن عقد المؤتمر فنجاح الحمد لله، و يعني والانطباعات كانت جيدة جدا. قلت لك من حيث التحضير، إذن فلنتجاوز التحضير إلى التسيير. أعتقد أنكم تابعتم مثلي اليوم كيف تم تسيير الجلسات الصباحية. لم نحضر الجلسات المغلقة، ولكن البيان عكس كيف دارت تلك الجلسات، والبيان أظهر أن العرب فاضوا في نقاش أمورهم الحادة ولكنهم تجاوزوها بأمل، وتجاوزوا أيضا ليتناولوا نقاط أخرى لم يهمل النقاط الأخرى الاقتصادية وغيرها. سأل سائل عن شنو الأمل، والله زاد ما ننتظره من نتائج. أعتقد أن القدرة والدقة التي تم بها تنظيم القمة هي ذاتها القدرة التي ستواكب تنفيذ هذه القرارات إن شاء الله. يعني هذه التوصيات والقرارات اللي من بينها ملفات ساخنة من الإرهاب هي عار علينا احنا كامل، عار على موريتانيا، عار على موريتانيا ككل شعبا وقيادة. هؤلاء اشتركوا في تنظيم هذه القمة، هؤلاء احتضنوا هذا البيان وصار يحمل اسم موريتانيا، وعليه يجب عليهم أن يستمروا في تحمل المسؤولية إلى غاية تنفيذ هذه التوصيات، لأنهم يتقلدون مسؤولية الرئاسة وخاصة فيها ما يتعلق به. جميل جدا. وهنا أذكر بنقطة غاية الأهمية. ما هي هذه النقطة؟ هي أن القضية العربية إذن نعتذر منك أستاذ بدنا، طبعا يبدو أننا سننتقل إلى قصر المؤتمرات حيث هناك فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقب تماما نهاية الاجتماع أو نهاية المؤتمر الصحفي الذي يسبق طبعا أو يلي مباشرة انتهاء القمة التي عقدت اليوم في نواكشوط بحضور. إذا ننتقل إلى المؤتمر الصحفي. الموريتانيين هي قضية الفلسطينية، وفي فترة الراحل المختار ولداد داه رحمه المؤسس الدولة الموريتانية، الدبلوماسية الموريتانية هي اللي فتحت أبواب إفريقيا للقضية الفلسطينية وللعرب هنا، وهذا معروف تاريخيا. وكذلك في الفترة الحالية برئاسة عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن في هذا الاتحاد،
حضور الدولة الموريتانية نظرا أنها عندها بعد إفريقي وبعد عربي يجعل أنها عندها خصوصية. صوت موريتاني على الساحة الدبلوماسية مسموع، وهذا دليل عليه هي المبادرات اللي تأخذ موريتاني واللي في النزاعات الإفريقية مثلا في مالي، في كوت ديفوار، في ليبيا. عندنا قوات الآن في عدة دول إفريقية لحفظ السلام، هذه ورقة رابحة للقضية الفلسطينية عندما تحتاج إليها، وكانت دائما تستفيد منها، وسيزداد إن شاء الله مردوديتها مستقبلا. عاوز إجابة على المبادرة الفرنسية من وجهة نظر الجامعة العربية. أنا عاوز أقول أنه المتابع المدقق لوضع القضية الفلسطينية على المسرح الدولي في السنوات الأخيرة لا يفوت إطلاقا، إلا لو كان يعني غير قادر على تحديد المسألة، إنه هذه القضية الفلسطينية فقدت الكثير من الاهتمام الدولي بها حقيقة. ليه؟ لأنه النزاعات اللي انفجرت في الشرق الأوسط والأوضاع اللي بتتعرض لها أوروبا وقضايا أخرى خارج إطار الشرق الأوسط كلها كانت لها تأثيرات سلبية للغاية على القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق استمرت إسرائيل تعمل وبإيقاع عالي للغاية لنشر المستوطنات في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما أدى إلى تهديد فكرة الدولتين، لأنه مفهوم الدولتين زي ما طرح من بداية القرن الحادي والعشرين في عام 2002-2003 واستمرنا نتمسك بإقامة دولتين متجاورتين يعيشان في سلام وأمن لكليهما، أحدهما إسرائيل والأخرى فلسطين، ودي قرارات صادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا قرار في ديباكتو صادر من مجلس الأمن. إلا أنه استمرار الاستيطان هدد بتآكل الأرض الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين، بشكل أنه إذا أنشئت هذه الدولة، إذا ما أنشئت فسوف تكون زي قطعة الجبنة المتخرمة أو ملهاش تواصل أرضي. فبإلحاح العرب واستمرار الإلحاح العربي جاءت مبادرة فرنسية وطرح مصري. المبادرة الفرنسية تتحدث عن أنه ضرورة بدء المفاوضات بين الأطراف، وضرورة وقف الاستيطان، وضرورة دفع عملية السلام، وإلا إذا استمر الوضع هكذا فلن توجد أرض يمكن للفلسطينيين إقامة الدولة عليها. للجانب الآخر الأفكار المصرية في أنه يجب كسر هذا الجمود، لا يمكن القبول بهذا الجمود نتيجة لصراع في سوريا أو في صراع في ليبيا أو في صراع في اليمن أو انشغالات العالم أو حتى انشغالات العرب بمشاكلهم الخاصة. فالتفكير الفرنسي هو عقد مؤتمر دولي لا يشارك فيه الأطراف، يتوصل إلى إطار عام، فكرة عامة لتسوية تطرح ربما على مجلس الأمن أو على الأطراف نفسهم لكي يتبنوها. الأفكار المصرية تسير بالتوازي مع هذا الجهد. اللي بيتحدث به الفرنسيون أنه تعقد هذا المؤتمر الدولي أو القمة في شهر 11 شهر نوفمبر، على أمل أن مجلس الأمن يتناول القضية الفلسطينية مرة أخرى بطرح فرنسي، طرح عربي،
طرح أمريكي، طرح مشترك من الجميع لفرض المفاوضات بس على أسس محددة، أهمها وقف الاستيطان، ثانيها أنه حدود الدولة الفلسطينية تقوم أساساً على حدود 4 يونيو 67، وهكذا. الشهور القادمة كفيلة بكشف المزيد. المراوغات الإسرائيلية مستمرة، وهناك خطورة يجب أن نتنبه لها جميعا نحن العرب، وهو الانتشار والتوسع الإسرائيلي في الالتفاف حول القضية الفلسطينية في أفريقيا، وهذه نقطة بالغة الخطورة، لأنه إذا فقدنا التأييد الإفريقي فحنفقد بالتالي التأييد الدولي العريض على مستوى مسرح الأمم المتحدة. ده بإيجاز الواضح. السؤال الآن للأستاذ البخاري محمد مؤمل من موقع موريتانيا المعلومة، تفضل. سؤالي الأول موجه للسيد الأمين العام للجامعة العربية. سيدي، اشتركتم شخصيا مع موريتانيا في نفس التحدي، كل منكما نظم قمته العربية الأولى، وفي ظرف زمني قصير، كانت لموريتانيا عدة شهور، أما أنتم تقلدتم مهمتكم على ما أعتقد، تقلدتم مهامكم كأمين عام للجامعة العربية أيضا منذ وقت قليل. لن أسألكم عن انطباعكم بعدما نجحتما معا في رفع التحدي بجدارة. سؤالي هو عن علاقتكم بموريتانيا وبرئيسها محمد عبد العزيز. هل يمكن أن القمة العربية 27 تكون دافعا لبناء علاقة بينكما يمكن أن أسميها علاقة أحمد أبو الغيظ وموريتانيا بعد قمة 27؟ هذا سؤال الأول، علاقة شخصية وخاصة، هذا سؤال الأول. سؤال الثاني، لن أسألكم عن الجوانب العسكرية من المقاربة محاربة الإرهاب لأنها سرية وقلتم ذلك، لكن في التجربة الموريتانية وكانت بها علاقة في محاربة الإرهاب، المقاربة متعددة الأبعاد، فيها جانب عسكري وفيها جانب مدني. الجانب المدني معروض للرأي العام واعتمد على عنصر هام، وهو تجفيف المنابع البشرية للإرهاب، لاكتتاب الإرهابيين، وذلك بمحاربة الفكر. هل اطلعتم على المقاربة الاستراتيجية الموريتانية وكيف يمكن أن تستفيد منها الجامعة العربية في استراتيجيتها لمحاربة الإرهاب؟ شكرا. شكرا. أنا عاوز أقول لحضرتك، أنا وزير خارجية 7 سنوات ودبلوماسي مصري 46 عاما و15 سنة في الأمم المتحدة، وبالتالي معرفتي بأعمال القمم العربية معرفة ممتدة وواسعة وعميقة، ويعني شاركت فيها بقوة جدا، ولي كتابين عن هذا الموضوع تحديدا. في رئاسة للقمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هياخد الرئاسة لمدة عام، له صلاحيات، يستطيع أن يمارس صلاحياته بإطلاق أي مبادرات باعتباره رئاسة القمة. أنا أمين عام للجامعة العربية، لي صلاحيات ولي القدرة على المبادرة بأفكار طبقا للميثاق في مواجهة هذا الوضع، ذلك الوضع، ما يتعلق بقضية أراها حيوية أو هامة للمصلحة العربية. لا يمنع على الإطلاق من رئاسة القمة الرئيس
يتصل بأمين عام الجامعة العربية ويقول له أرى هذا وذاك، فأتفق معك، سوف نعد لك تقريرا، سوف نطرح أفكارك، فهذا سوف يكشفه الممارسة. أنا لم أكن أعرف سيادة الرئيس، لكن على مدى الأيام القليلة الماضية تعرفت عليه، وأعتقد أنني توصلت إلى خلاصات مؤكدة أنه وطني عروبي، صحيح، وطني عروبي حاسم، له فهم عسكري وفهم للاستراتيجية العامة للدول وللوضع الذي تجد نفسها فيه الجامعة العربية والوطن العربي. سوف أعمل معه بكل الاجتهاد. ده رد على سؤالك. شكرا. هناخد سيدة، السيدة ده فاضل من قناة دافا. سؤالين وخلاص. قدامي السيدة. سيادة الوزير بيقول لك سؤالين وخلاص. ده فاضل من تلفزيون دافا وموقع موري ساحل. معالي الوزير، بعد رئاسة موريتانيا، معالي الوزير، أولا باسم طاقم تلفزيون دافا نهني الشعب الموريتاني والحكومة على كسب الرهان. السؤال، بعد تنظيم القمة العربية في نواكشوط الذي يأتي بعد رئاسة الاتحاد الإفريقي، ما هي الآفاق المستقبلية للدبلوماسية الموريتانية في ظل هذه النجاحات؟ شكرا. بالنسبة أولا شاكرك على التنبيه على أن فخامة الرئيس لا يترأس، معناها ترأس بالفعل القمة العربية وترأس قبلها الاتحاد الإفريقي، وهذا مصدر فخر للموريتانيين كاملين. والآفاق هو الآن طرح المسائل العربية على الساحة الدولية، وإعادة الجامعة العربية إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه على المستوى الدولي. مثلا بالنسبة للمشاكل اللي تعاني بعض الدول العربية، دور الجامعة يجب أن يكون أكثر فاعلية وأكثر ظهور وأكثر تحرك وأكثر تفكير في إيجاد حلول. إذن الدبلوماسية الموريتانية، وكما تفضل الأمين العام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، سيحاول كما حاول مع الإخوة الأفارقة وكما نجح في مهمته آنذاك، أن يعيد الجهاز الجامعة العربية كجهاز لتعاون متعدد الأطراف، وجهاز يعنى بالدرجة الأولى ببعض المشاكل والمسائل التي تهتم بها جهات أخرى. إذن ستبذل الدبلوماسية الموريتانية قصارى جهدها لإعادة الدور الطبيعي لكي تسترجع الجامعة وهيئاتها وأطرها الدور الطبيعي لها فيما يخص محاولة حل المشاكل العربية، ولما لا محاولة الإسهام في حل المسائل الأمنية اللي تعني العالم، إذا تعني كذلك الأمة العربية. إذا إعطاء هذا الجهاز دوره كجهاز بحث عن السلم والأمن والتعاون والتفاهم والتعايش السلمي بين الحضارات والتسامح، هذا سيكون هدف من أهداف المرحلة الجاية، بالإضافة طبعا إلى تعزيز ما حصل وهو فعلا يستحق التنويه. شكرا. شكرا. السؤال الأخير للأستاذة
إسراء خليفة من جريدة الصباح العراقية. بالنسبة لمعالي وزير الخارجية الموريتاني، هناك انعقاد اللجنة العراقية الموريتانية يوم غد انعقاد اللجنة العراقية الموريتانية، هل هي ثمرة من ثمرات القمة العربية وما هي الاتفاقيات التي ستحصل؟ وسؤال آخر لمعالي الأمين العام، هناك مليارين دولار قد قدمت يوم أمس للنازحين العراقيين وغير العراقيين. مش سامع أي حاجة، أنا آسف. معالي وزير الخارجية الموريتاني، اللجنة العراقية الموريتانية يوم غد ستعقد هنا في موريتانيا، هل هي ثمرة القمة العربية وما هي الاتفاقيات التي ستحصل إن شاء الله؟ ومعالي الأمين العام، الدول المانحة قدمت ملياري دولار لإعادة النازحين إلى ديارهم الذين هربوا من تنظيم داعش الإرهابي، ماذا ستقدم الدول العربية إلى النازحين وعودتهم من العراق؟ شكرا. سمعت السؤال؟ حضرتك بتتكلمي على النازحين من العراق وماذا عملت الدول العربية. هو ما فيش، زي ما أستطيع القول أنه ما فيش تحديد لنازحين عراقيين ونازحين سوريين ونازحين ليبيين. هو في جهد عربي بيبذل بتقوده الكويت، دولة الكويت، وبيعقدوا مؤتمرات دولية سواء في الكويت أو في أوروبا لتجميع المنح والمساعدة. رانا مرحبين إن شاء الله بالقمة العربية، حتى مرحبين بالقادة العربية، حتى كامل الله مرحبين بهم، حتى وإذا زين عندنا حتى ونبقوه وطالبين عند مولانا إن شاء الله ينجحهم إن شاء الله فيه ونجحنا نهم اللي فيه. رانا مرحبين بالوفود الجايتنا للإخوة الأشقاء العرب، وران شاكرين الرئيس على القرار اللي اتخذ اللي صعب وموريتانيا ما كان حد يتوقع منها تستضاف قمة، وكانت لين تلحق تخطاها الناس وإنها ما عندها لها شيء، وجزاء الله خيرا لسانه دار فيها الثقة، دارها في شعبه، دارها في حكومته، أنا تقدر توفر لهم الأمن وتوفر لهم كافة الإجراءات اللي تقدر تعدل بها قمة زينة إن شاء الله، وننتوف إن شاء الله، ودار يعرفوا على موريتان فوق من ذلك يصوروا هم، فوق منه في الأمن وفوق منه في الإمكانيات إن شاء الله. نختار نرحب بدوري بقادة الدول العربية جميعا دون استثناء، و نختار نقول لهم اللي بين الشعب الموريتاني يعني مسرور بمجيء هاي القادة الدول العرب، ونأكد لهم عن إن شاء الله عن كل قضايا كاملة اللي تعني الدول العربية كاملة إن شاء الله، دار إن شاء الله تهيب إن شاء الله حلا، ودار إن شاء الله هم تكون إن شاء الله طلاقة إن شاء الله، الحل إن شاء الله مجموعة إن شاء الله مشاكل إن شاء الله والدول العربية إن شاء الله، ودار إن شاء الله تكون انطلاقة إن شاء الله مبشرة إن شاء الله بخير إن شاء الله لجميع إن شاء الله والدول العربية إن شاء الله، وراجل إن شاء الله توفيق إن شاء الله. كانت تلك مشاهدين الكرام بعض تحايا والترحيبات بضيوف نواكشوط، ضيوف القمة.